هذا سائل يقول: يوجد لدينا مسجد في إحدى القرى، وسمعنا من بعض كبار السن في القرية يقولون إنه يوجد تحت هذا المسجد قبور، علما بأن أمام هذا المسجد مقبرة. سؤالي: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد وجزاكم الله خيرا؟ هذا وين فيه؟ ما ذكر المكان. هذا لابد أنه يراجع فيه المحكمة، تراجع فيه المحكمة التي في البلد، القاضي الذي في البلد يراجع في هذا، والقاضي ينظر في هذا الأمر هل هو صحيح أو ما هو صحيح.